Bonjour mes amis, comment ça va? Notre leçon pour aujourd'hui est l'addition des milliers. Sabah khair, kif kouna chatrine? Darsna liyam bdikoun an jama' l'ulouf. Bidna nakhod exercice an jama' l'ulouf. Addition des milliers. Bas abil man balish bidna nabakoun la darouri de ghasli idam al mayu sabon la midi tzid an 20 sani la tahmu harkom au virus corona. Hala khalina balish bidarsna. في عنا 1425 زائد 1236. أول شيء بنبلش نجمع اليونيتي مع بعضهم 5 بلس 6 5 بلس 6 إيكال 11. بنحط 1 بخانة اليونيتي و1 بنحطها فوق 2 بخانة الديزان. بنحط 1 بخانة الأحاد و1 بنحطها فوق 2 بخانة العشرات. بخانة الديزان. هلا بدنا نجمع بخانة الديزان 1 بلس 2 بلس 3 يعني 1 زائد 2 زائد 3. 1 بلس 2 1 بلس 2 إيكال 3 بلس 3 إيكال 6 1 زائد 2 بيطلع معنا الجواب 3 زائد 3 بيطلع معنا الجواب 6 بنحط 6 بخانة الديزان بنحط 6 بخانة العشرات هلا بننتقل لخانة سنتين 4 بلس 2 4 بلس 2 إيكال 6 4 زائد 2 بيطلع معنا الجواب 6 يعني 6 بنحط 6 بخانة سنتين بخانة المئات هلا بننتقل لخانة المليه 1 بلس 1 1 بلس 1 إيكال 2 1 زائد 1 بيطلع معنا الجواب 2 1 زائد 1 بيطلع معنا الجواب 2 بنحط 2 بخانة المليه بيطلع معنا جواب 2661 يعني 2661 يعني 1425 زائد 1236 بيطلع معنا جواب 2661 2661 هلا في عنا 1477 بلس 1255 يعني 1477 زائد 1255 أول شيء بنبلش نجمع اليونيتي مع بعضهم 7 بلس 5 7 بلس 5 إيكال 12 7 زائد 5 بيطلع معنا الجواب 12 بنحط 2 بخانة اليونيتي بنحط 2 بخانة الأحاد و1 بنحطها فوق 7 بخانة الديزان بخانة العشرات واحد بنحطها فوق السات بخانة العشرات هلا بنجمع بخانة العشرات 1 بلس 7 بلس 5 1 بلس 7 إيكال 8 بلس 5 إيكال 13 واحد زائد 7 بيطلع معنا الجواب 8 زائد 5 بيطلع معنا الجواب 13 بنحط 3 بخانة الديزان و1 بنحطها فوق ال 4 بخانة سنتين واحد بنحطها فوق ال 4 بخانة المئات واحد بنحطها فوق ال 4 بخانة المئات هلا بنجمع بخانة المئات 1 بلس 4 بلس 2 1 بلس 4 إيكال 5 بلس 2 إيكال 7 1 زائد 4 بيطلع معنا الجواب 5 زائد 2 بيطلع معنا الجواب 7 بنحط 7 يعني 7 بخانة سنتين هلا بننتقل لخانة المليه نجمع بخانة المليه 1 بلس 1 1 بلس 1 إيكال 2 1 زائد 1 بيطلع معنا الجواب 2 بنحط 2 بخانة المليه بيطلع معنا الجواب 2732 يعني 1477 بلس 1255 إيكال 2732 2732 هلا في عنا هذا الدوفوار بدكم تعملوه بالبيت بدكم تطلعوا الإجابة بالطريقة الصحيحة تبعتوا هذا الدوفوار للمعلمي في عنا 1456 بلس 1233 1456 بلس 1233 يعني 1456 زائد 1233 بتعملوا هذا الدوفوار بالطريقة الصحيحة وبتبعتوا الإجابة للمعلمي وهلا بتمنى تكونوا فهمتوا الدرس منيح اسمحوا لي لكم أورفوار